جماعة الخير بيظل تغييب العقل وسيطرة التفاهة للأسف بيطلع صوت مثل صوت الدكتور خالد غطاس ليحكي بالمنطق بالعقل ليطرح أسئلة كلنا ممكن نسألها ويحكي من حياته ومن تجاربه ومن خبراته التراكمية والعملية. ضيفي لليوم هو عالم حياة مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وملهم لكثير من الناس. رح نحكي نحن وياه اليوم عن جديده، عن مواضيع حكى عنها قبل وعن مواضيع رح تسمعوا عم يحكي فيها لأول مرة اليوم. ضيفي هو الدكتور خالد غطاس. دكتور خالد أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا على هوا المدينة أف أم، هوا إذاعة سورية. يا أهلا وسهلا فيك، يعني شكرا على هالتعريف الحلو، وهيدا أول لقاء أو مع إذاعة أو تي في سوري، فإلي الشرف والله. I've been waiting for so long، ومن خلالكم يعني حتكون أول مرة، و فعلا كنت ناطرة كتير يعني. ونحن كنا ناطرين، وشكرا لوقتك اللي عطيتنا يا دكتور خالد. بالبداية خلينا نحكي عن الجديد. مبدئيا في مشروع مكتبة، مشروع مكتبة غطاس، وطبعا في قصة وراء هذا المكان مرتبطة بذكرياتك. حكيني عن المكان وعن مشروع هي المكتبة اللي من المفترض انه ب15 شهر هي والكتاب يتم افتتاحهم، صح؟ ان شاء الله. صح صح. هلا المكتبه مثل ما شايفني انا منكوش هيدي النكشه، لانه والله طول النهار عم اشتغل بالمكتبه انا والشباب. يعطيك العافيه. اذا بفرجيك باقي المكتب منيح لقدرت اوصل على الكمبيوتر. ف المكتبه هي ببساطه هي غرفه بجنينه بيتي، كانت عمروها جد جدي، كانوا يشتغلوا بالزراعه وهيك، فكانت معمره، وكانوا يجوا لما يكون في حصاد يكون في شيء ويناموا فيها، وهذا بتقريبا من الاربعينات يعني. وتهدمت لكذا سبب ب82 و83 وصارت يعني مثل ما بعرف اذا حضرت الفيديو، صارت هيك مثل يعني مره صارت مكب، مره صارت يعني شيء معتم، سقفه هابط وحواليه اساطير، صاروا يخفوا الاولاد الصغار منا. وانا 100% كنا نوصل بس هيك على بابها ونطلع يعني نطلع فيها من جوا ويسرح خيالنا انه شو ممكن يكون فيها. فجينا والله هيك بال 2019 لما بلشنا هذا العمل، قلنا انه لازم نرجع يعني هذا العتم، لازم نطلع منه نور. حلو. والحمد لله رب العالمين، واهم النور هو نور العلم. فقلنا بنفتحها مكتبه عامه، وهي اغلبها ببساطه وبصراحه كتبه. حلو. مكتبتي الخاصه بدي افتحها للببليك، وتحت اسم خالد غطاس، مش دكتور خالد غطاس. خالد غطاس اللي هو جدي. حلو. الله يرحمه يا رب. نحكي ايضا عن الكتاب الجديد تحت عنوان ليس هذا ما كتبت، رح يتم نشره وتوقيعه ب 15 ايلول. شو ممكن نحكي عن الكتاب؟ شو بيحكي؟ شو ممكن توعد الناس اللي ناطرين يقروا اليوم شيء جديد للدكتور خالد؟ الوعد اللي هو يعني الوعد اذا بدك اللي انا مصر على انه طبعا الكتاب ما فيه حلول ولا في نهايات، ولكنه دعاء لأنه نوقف ونفكر شوي. هيدا أكيد اللي بيقرأ الكتاب إلا ما يفكر، سواء اتفق مع الأفكار المطروحة أو لم يتفق، في دعوة تبوز ونفكر ونحن نتخيل النهايات، وإذا هيدي النهاية ترضينا بنكمل بالمسار اللي احنا ماشيين فيه كمجتمعات، وإذا لا ترضينا لازم نعمل شيء عشان نغير ونصحح. هيدي هي. والكتاب كمان هو مثل وكان النفاق جميلة، بمعنى قصص قصيرة. أوكي. أطول قصة منهم هي ليس هذا ما كتبت. تمام. وبعدين في أربع قصص من بعدها أقصر شوي. والكتاب قراءته فن يعني ممتعة، في بقلبه هيك كم صورة لذيذة وجميلة، ولكن الهدف من اللي أنا بجرب أكتبه عطول ولا مرة الإبهار بالمكتوب، ولكن محاولة لا يعني وصل أفكار من وراء القصة. أوكي. بوكان النفاق جميلا ما بعتقد اني كتير نجحت بهذا الشيء مع نجاح الكتاب، نجحت اني وصل قصة متناسقة، ولكن يمكن المقصود او عمق او البعد اللي انا كان بدي وصله انا ما عرفت وصله كما يجب. بليس هذا ما كتبت كنت شوي اجرأ او اوضح. حلو. ولكن بصارت قصصي كمان مسلة بمعظم الكتاب. صراحة أنا أخذت أفكر إنه وكان النفاق جميلة هو أكثر شيء أو أحلى شيء ممكن أكتبه، بس لما كتبت ليس هذا ما كتبت، لا اكتشفت إنه في أحلى. بعتقد
بعتقد التاني احلى. وإن شاء الله الثالث والرابع والخامس والعاشر بيكون أحلى وأحلى. يا حبيبي بدنا نبارك لك أكيد على الكتاب الجديد وعلى توقيعه. أتمنى لك التوقيع رح يكون ببيروت ب 15 الشهر على ما أعتقد، مثل هي تمام الكتاب هي أكيد الكتاب. هو يا رح يكون بمسقط رأسك بظن، هو بضيعتك حتى. صح. هي ضيعته بس مش كثير بعيدة عن بيروت، يعني هي 25 دقيقة من بيروت تقريبا، وهي توقيع بجنينة بيتي ومحل الورشة اللي أنا فتح هذا الكوميونيتي سنتر، ومحل افتتاح المكتبة، فهو وعيد ميلادي، فهو الله، ايفنت يعني ايفنت كثير كبير بهذا. فكنا عم نتفق مع شباب الصبايا انه كيف ننظمه بأرطب طريقة ممكنة وكل الزوار يحسوا حالهم أقرب ويحسوا حالهم مننا وفينا، ونلتمس هيك بعض الأعذار إذا كنا شوي شوي كتار على المكان وهيك، ولكن إنه أنا بدي أوصل رسالة حتى من هذا التوقيع أو هذا الإطلاق، نقول إنه بعد عنا أمل، بعد عنا أمل بعالمنا العربي وبقرائنا وبهويتنا وبأفكارنا وبقيمنا وبشبابنا. فهيدي هي الرسالة من الحشد يعني، وبتمنى على كل اللي عم يسمعوني انه يجوا يشاركوا بهيدا يعني بهيدا الايفنت. دكتور خالد، بعيدا عن الكتاب وبعيدا عن المكتبة، اليوم الجمهور العربي وحتى عالميا اليوم بيعرفك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح بتقول انك ابتدعت او اوجدت نوع جديد من الشهرة عبر السوشيال ميديا بوقت فعليا كان المؤثرين كلهم بيخافوا يقدموا هذا النوع من المحتوى، لانه بوجهة نظرهم هذا المحتوى تقيل ما له متابعين. شو بوجهة نظرك وبناء على التجربة الحالية، شو اللي خلاك تنجح وتوصل؟ والله. إيه يعني للصراحة أنا ما فكرت فيها هيك أبدا، أنا فكرت إنه ومش عن جديد يعني، أنا من زمان أفكر إنه there is something that needs to be fixed، يعني في شيء بعالمنا وبمجتمعاتنا وبدنيا اليوم بحاجة إنه نقف عنده ونجرب نصحه أو بنجرب نفكر فيه، اللي هو طريقة عيشنا، علاقاتنا، فهمنا لبعضنا، فهمنا لحياتنا، فهمنا لهويتنا، قيمنا، كل هيدي الأمور كانت يعني عم تتحول إلى أن تصبح ما هو منسي، عم ننساه. وأنا ما بشوف إنه هذا الشيء صواب، ولا بشوف إنه هذا الشيء سليم. وصار لي 7 سنين بجرب أذكر فيها كل مرة بطريقة، وكان السوشيال ميديا واحد من الأبواب. يعني أنا صار لي تقريباً 7 سنين بعطي ليكتشرز، بعطي توكس بالجامعات، بالورشة، حتى بشغلي، بكل مكان، إنه هي مثل ما أوه. أقول لك هي invitation to think. حلو، اللي خلاني انجح مثل ما عم اقول لك انه اول شيء الصدق، يعني هيدا انا وانا هيك بفكر، واللي بشوفني على العالم شوي بتستغرب او بتتفاجئ انه مثل ما بنشوفك على السوشيال ميديا بنشوفك بالحقيقه، هيدا انا ببساطه. فبعتقد الصدق فاكتور كتير اساسي. تاني شيء يعني انك تقول الحقيقه بدون كونفرونتيشن، بدون ما تواجه او تزعل الناس او يعني تكون حاد الطبع، بالعكس انت عندك طرح، عندك جمله، عندك فكره بتقولها بدون ما يعني تستفز حدا نهائيا، يعني لانه الباحث عن الحقيقه ما بده يستفز ولا بده يثبت انه هو معه حق ولا شيء. وهيدا بعتقد كان عنصر تاني يعني، والباقي يعني بعتقد في عناصر هيك مختلفه. انا بتذكر موقف هيك مره بعد امي لهلا بتقول لي اياه، بس بتقوله أخذا عن ست اللي هي أمه، طول عمرها تدعي لي الله يحبب خلقه فيك، وحب الناس هو النعمة الأساسية يعني، الحمد لله رب العالمين. مية ففي بالمية أسباب، في أسباب ملموسة وأسباب توفيق من رب العالمين يعني، الحمد لله. وأنا بدي أنقل لك محبة الجمهور السوري دكتور خالد تماما. نحن أعلننا عن الحلقة نهار الخميس، من الخميس لليوم كمية الرسائل اللي وصلت على فيسبوك على إنستغرام، مجموعة من التساؤلات ومجموعة من الأمور اللي هن حابين يعرفوا رأيك فيها. رح نحاول هيك لأنه يمكن ما معنا الوقت الكافي، يعني أتمنى كنت لو أنه هذا الحوار يطول ويطول ويطول لأني أقدر إن أخذ شاء وأعطي الله إن أكثر، شاء الله وإن شاء الله بنقدر بنعمله بسوريا. رح أحاول أطرح مجموعة من الأسئلة عليك، هن بناء على طلب المتابعين، رح أطرحها عليك بداية بشكل عنوين وأعرف رأيك بطريقتك. بتقول تمام دكتور خالد، واحدة من آلام الناس هي الحياة،
اليوم حضرتك كيف بتشوف الحياة وكيف ممكن تعرفها؟ يعني الحياة هي كل شيء عم نعيشه، فما لها تعريف لوحدها. هيدي هي الحياة بهيدي الصورة. ولكن شوي اللي أنا بجرب أوقف عنده الديسكريبشن تبع الحياة، يعني أو وصف الحياة بصورة ما بتشبهها، يعني نعبيها آمال ونعبيها أوهام ونعبيها أشياء ما بتشبهها للحياة، ونقول هيدي هي الحياة، ونعتبر إنه ما نحيا أو اللي نحن عايشينه مش هو الحياة السليمة أو الحياة الصحيحة. اوكي لا، الحياة اللي أنت عايشها هي الأوبشن الوحيد عندك، فبدك تشوف كيف بدك تحسنه إله. هيدي فكرة تغيير الحياة من جذورها، أو فكرة إنه أنا رافض كل شيء عندي إياه أو قبلان كل شيء عندي إياه، منا كتير دقيقة. يعني الحياة بتتحسن باي اوبتمايزيشن، بالتصحيح البسيط المتكرر لتصير الحياة أسلم. عم بحكي هلا على علاقة الإنسان بالحياة، أما تعريف الحياة، شو هو تعريف الحياة؟ هذا سؤال كتير كبير. يعني تعريف الحياة هو هي اللي عم نعيشه. يعني في قول بالإنجليزي بيقول life is what happens to you while you're busy doing other things، يعني الحياة هي كل شيء بيحصل معك أنت وانت ومشغول مشغول. بأشياء تانية. فضروري الإنسان يستحضر إنه هيدي هي أيامه، أيامه هي الحياة، دقائق هي الحياة، ساعات هي الحياة. يعني في حديث بيقول، والله بس حديث بيقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا مضى يومك مضى بعضك. فأنت بدك تفهم إنه أنت الأيام اللي عم تعيشها، وميك ذا بيست أوت أوف إت وذن، يعني اعمل احسن شيء ممكن تعيشه بضمن او بقلب رسالة نافعة للمجتمع. حلو هذه حلو دكتور، كنا عم نحكي أول شيء عن المرأة. حقيقة على ما يبدو أنه الرجل لا يمكن أنه يوصل لتعريف للمرأة، أو يمكن أنه يقدر يفهمها بالطريقة اللي هي بتفهم حالها فيها أو بالطريقة اللي هي بتشوف حالها فيها. رح انتقل من المرأة دكتور خالد إلى الحب. يعني كتير كتير منشوف، أو الأحرى الحب ووجهة نظر العالم بالحب تنقسم لرأيين. الرأي الأول بيقول بأنه هو موضوع مفاجئ ما بتعرف امتى بتوقع فيه، واشخاص تانية عندهم وجهة نظر بالحب بتقول بانه الانسان هو اللي بيحط حاله فيها، ومجموعة من العادات ومجموعة من المشاعر بتصير انت بتحسها، وانت بتحسها انه هذا هو الحب. شو وجهة نظرك ولوين وصلت؟ اليوم اسئلتك صعبة كتير. الحب هو يعني اول شيء الحب هو احلى شيء بالدنيا بغض النظر شو هو، فهمناه ولا ما فهمناه، مثل ما بقول عبد الحليم او بقول شاعرنا الكبير نزار قباني الله يرحمه، فبرغم الريح وبرغم الجو الماطر والاعصار الحب سيبقى يا ولدي احلى الاقدار. فهو احلى الاقدار فعلا. اما بالنسبه لانه كيف بيجي والحب من اول نظره، ولا الحب بده تخطيط وترتيب، او الحب بيجي بعد العشره، طبعا هذه اشياء كيس باي كيس. اوكي ولكن الحب هو يعني كيميائيا على الاقل هي لحظه بتتجمع فيها احتمالات مختلفه، وهيدي اللحظه بالاحتمالات المختلفه هي اللي بتعطينا هيدا الشعور. اوكي فهو في بالحقيقه شعور، جزء منه شعور كيميائي بالحقيقه، وشعور يعني ظروف مؤاتي، مرات بتكون حاجة، مرات بتكون رغبة، مرات بتكون لحظة جنون أو طلب لجنون، أو مرات بتكون لحظة يعني كسر الملل. كل هيدول الأشياء مرات فعلا بوصل لأنه الإنسان يوقع بالحب. ولكن ولكن شو؟ صون الحب وبقائه لا يعتمد على الحب فقط. اوكي يعني نحن لما نحب بدنا نعرف عن جد مين بنحب، هذا الشخص شو اخلاقه، شو قيمه، هل بصون، هل بخون، هو مين بالحقيقه. وهيدا اللي بيضمن استمراريه هذا الشعور، لانه لا شك يعني معظم الابحاث بتقول انه سقف الحب، هيدا الشغف الاولاني من بعد ما يخلص الحرمان سنه. يعني الحب مربوط بطريقه او باخرى بالحرمان، يعني إلى أن أنال من أحب يكون شغفي إله، ولكن لما أوصل له من هون ببلش عمر الحب. وعمر الحب بالحقيقة إجمالا يعني المحافظة على الشغف من بعد انتهاء الحرمان
تقريبا يعني من 6 أشهر لسنة ونص، هيدا سقفه. ولكن ما يبقي على العشرة وعلى الصون المظبوط، وإنه إنسان فينا يعيش معه وقت طويل، وده الحب، وده الحب متجدد، هو هذا الشخص مين بالحقيقة. ومن وجهة نظري اللي وصلت له يعني بعد كل الحيطان اللي فتنا فيها والحب اللي كسرنا وكسرناه، ما في يكون المرجع فقط هو مشاعر الإنسان، في للعلاقات الإنسانية أبعاد أخرى أكثر من المشاعر، اللي هو هذا الشخص مين بالحقيقة. دكتور خالد، بدي أحكي أيضا على الارتباط. يعني حكيت قبل بشوي بأنه من 6 شهور لسنة. بالموضوع الارتباط، بوجهة نظرك الحب يتوج بالارتباط، وبوجهة نظرك الارتباط شو هو؟ هو الزواج؟ هو مؤسسة الزواج؟ طبعا يعني كل أم وكل مجتمع بيحكي من قيمه ومن هويته ومن أفكاره ومن ما أنتجه، يعني الأفكار اللي بتنتجه. ونحن بالنسبة لنا بمجتمعاتنا فعلا يجب أن يكون ختام الحب بطريقة أو بأخرى الزواج، اللي هو نيل من أحب. هلأ سواء حبينا قبل بوقت، أو تعرفنا على حدا بالجامعة حبيناه، أو حبينا بالصدفة، أو حدا أو أم شافت أمها وعرضونا على بعض وحبينا بعض، بالنهاية الألتيميت جول هي هيدي المؤسسة اوكي. الزواج. وهذا شيء يعني هيدا تتمت، أو هيدا تناغم مع هويتنا ومع مشاعرنا ومع ديننا ومع أعرافنا، وهذا الشيء لازم نكون فخورين فيه. فأنا من وجهة نظري فعلا يجب أن يكون منتهى الحب هو هو الزواج. زواج وتأسيس أسرة سليمة لتنتج أفراد سليمة. وهذا بالحقيقة وبالأبحاث وبالأرقام فعليا يضفي على الإنسان راحة واستقرار أكثر بكثير من أي علاقة تانية، حتى وإن وصلت إلى المساكنة. تمام. فطبعا الزواج هو الألتيميت جول، ولكن ما بدنيا اليوم ممكن كتير نحب حدا بلقاء بشغل بجامعة. That's total. يعني من وجهة نظري حقول totally fine، بس انه this is what we are living now، هيدا تمام. اللي نحن عايشينه، وجزء من مجتمعنا الحديث يعني. ولكن مثل ما عم اقول لك، المنتهى يجب ان تكون هيدي الفكرة موجودة، وهيدي اللي بتعطي الشعور بالامان للطرفين، ولطرف اكثر من طرف بشوي، اللي هو طرف المرأة. وهذا لازم ينوقف عنده بالحقيقة، اللي هو انه هي دائما بتبحث عن الامان. انا اسف عم بقطعك، ولكن قلت الجمله هون انه دائما المراه تبحث عن الامان بشريك حياتها. كاني فهمت من اللي عم تذكره بانه الزواج هو اللي ممكن يوصلها لمرحله الامان اللي هي طالبته. الزواج بحد ذاته ما بعتقد انه هو اللي بيوصل للامان، اوكي. ولكن زواج انسان بيعطي شعور بالامان هو اللي بيوصل للامان. يعني اوكي. ممكن الصبية تتزوج رجل وطول عمرها ما تحس بالامان معه، هيدا شيء. وممكن تتعرف على رجل والله ما يكتب لهم يتزوجوا، وتكون حاسة بالامان معه بهيدي الفترة اللي هي تعرفت عليه. فشعور الامان لا شك انه بيترسخ من خلال الافعال، انه انا فعلا باقي، وانا فعلا بدي اياكي، وانت بدك اياني، وحنقسم شيء مع بعض والى ما هنالك. فالارتباط بحد ذاته او الزواج هو فقط عنصر بانه الواحد يحسس الطرف الاخر بالامان. وهون بدي اقول شغله، بس بعتقد خطا شائع انه الرجل لا يبحث عن الامان في المراه. وهذا وعلى صح 100%، لأنه أنا واحد من الأشخاص أيضا بأكد أنه الرجل يبحث عن الأمان ويبحث عن الحنان ويبحث عن كل الشعور 100% اللي موجود. 100%، يعني مش بس المرأة تبحث عن الأمان، بالعكس الرجل، يعني الرجل طبعا يبحث عن الأمان ويبحث عن الاهتمام ويبحث عن مشاعر، ولا يمكن حدا يقدر يحسسه إياها إلا مرأة على مستوى من الوعي ومستوى من التفاني ومستوى من الحب، لحتى عن جد يعني تتكمل بشكل سليم. أنا لما أحكي عن هالمواضيع لازم أحدد شغلة. تفضل. أنا شغلتي أو شغل الشاغل هو المجتمع، هيدا اللي أنا بهتم فيه. أنا مش مختص بالعلاقات أو بالحب أو، ولكن أنا دوري بحس، أو مش بحس يعني، دوري اللي أنا تبنيته
هو إصلاح مجتمعي، اوكي واللي بيصنع المجتمع أو اللي بيصنع الإنسان اللي بيصنع المجتمع هو علاقاته. فلذلك من هالمنطلق أنا بحكي عن العلاقات، تمام. وأهم علاقة بتشكل الإنسان وبتشكل هويته هي علاقة الحب من بعد الأمومة بعمر معين، يعني أمومة أو طفولة وما يتعرض إليه الإنسان بعمر يعني تحت 13 سنة تقريبا، هدول بشكلوا جزء من الهوية، ومن بعدها ببلش الحب يشكل هيدي الهوية وجروح الحب وهيدي الأشياء. وهول الأفراد أو هول الناس، أنا عم بحكي عن العلاقات من قلب هيدا الكونتكست عشان يصلح المجتمع. يعني كتير صعب تكون في عائلة متأزمة كتير وفيها كره وفيها حقد وفيها عدم غفران وفيها خيانة ونطلع منها أو يطلع منها أفراد تماما سليمين، بتلاقيهم فعلا تعبانين أو مش مرتاحين أو تأثيرهم على المجتمع مش على المستوى المطلوب. فلذلك أنا أتعاطى أو أنا بحكي بالعلاقات. لنطور فهمت ازاي؟ مجتمع، لنقدر نوصل للأفراد كيف ممكن يطوروا علاقاتهم لنقدر نطور مجتمع. وهيدا بدوره يعود بالنفع على الفرد بالنهاية. صح. يعني لما انا وغيري جرب فعلا نصحح مفهوم عند المرأة مغلوط عند الرجل او العكس، اوكي، ما هيدا بالنهاية اذا المفهوم تصحح بالعام بالببليك بيترجم هذا الشيء على على تصحيحه الأفراد بقلب حياتنا بصلب حياتنا 100%. تماما. أيضا دكتور خالد، أيضا واحد من النقاشات اللي بتصير أو من الأفكار اللي ممكن تخطر ببال الناس هو موضوع الإنجاب. كمان هون بيختلف الآراء أو تختلف برأيين متقابلين. أشخاص ببلداننا وبمناطقنا، منطقة الشرق الأوسط، مثل ما بنشوف بسوريا وبلبنان الوضع الاقتصادي السيء. اليوم صرنا عم نسمع شباب كتير ممكن تقول كلمة: أنا ما بدي جيب روح جديدة لهي الحياة لحتى يشوف اللي أنا شفته. وبنفس الوقت الإنجاب هو حاجة، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. شو وجهة النظر بحضرتك بهذا الموضوع؟ اليوم من الصحيح أنه نحن ما نجيب روح جديدة لهذه الحياة إلا إذا كنا مأمنين لمينيموم اللي ممكن يتأمن بشكل عادي. هلا هون في يعني في وجهة نظر اللي هي بالأول بداية إنه أنا ما بدي أجيب أرواح على الحياة لأنه هيدي الحياة مش حلوة أو مش ظابطة أو مش منيحة أو المجتمع أو الناس مش مناح أو هيدي، يعني وجهة نظر بتتعاطى بهيدي الشغلة. أنا هول تماما لا أتفق، تمام. اوكي، لانه انت دورك تجيب على المجتمع افراد يصححوا قبح الحياه. اوكي. هيدا اذا انت فهمان دورك كاب او كام او كعائله، فانت مش بس انه والله الدنيا صارت مش حلوه وما بدي اجيب ناس تتعذب فيها. هذا الكلام انا بالنسبه لي مش كتير بيستهويني او بحسه يعني سليم. اما بالنسبه لانه الانسان يحسب قدراته الماديه وعلى اساسها ينجب، يعني بعتقد هذا كلام كتير كتير عقلاني وكتير كتير سليم، وما بعتقد انه في عليه او يجب ان يكون عليه هيك يعني غبار. ايه، لا، انه انا بحسب قدراتي وبحسب حياتي وقد انا بقدر فعلا امن على الاقل عاطفيا ونفسيا وماديا واجتماعيا لاولادي يعيشوا هن بالمجتمع بشكل سليم، وبالتالي يلعبوا دور بالمجتمع سليم. اوكي. يعني فكرة انه انا بس عم انجب وخلص شوي بدنا نزيد عليها، انه انا عم انجب لحتى حسن غير متعتي كأب وغير حبي لأولادي وغير غريزتي كمان. هدول اللي انا عم جيبهم على الدنيا شو دورهم بالدنيا؟ هون هيدي منا رسالة منقطعة، تمام. منا رسالة منقطعة انه انا والله بدي اجيب ناس وامن لهم حياتهم وخلص، لا. وحتى هن شو بدهم يامنوا لا لغيرهم ولا حياتهم؟ هيدا بارت من يعني بارت من تتمة ليه انا موجود. صح. أيضا دكتور خالد، الإنسان بشكل عام دائما يبحث عن السعادة
ومقابل السعادة يعني يوجد مصطلح هو الرضا، بأنه بمكان معين بيقولوا لك أنه اللي برضا بيعيش. هل يمكن الإنسان أن يصل إلى الرضا أو إلى السعادة المطلقة بوجهة نظرك؟ اوكي، اول شغله، هذا مفهوم السعاده او مفهوم البحث عن السعاده كله عليه كويشن مارك، لانه نحن ما بنعرف شو يعني. يعني مره كنت بمقابله، هي كمان مقابله على الراديو، وعم بشرح ليه صعب ندرس السعاده. فمن حكي اخر شيء قال لي اللي عم يحاورني، اذا بتريد دكتور جاء على الموضوع، لان الموضوع صار اوفر اوفر اوفر، يعني انا فشلت اني اقدر اوضحه. يعني مفهوم السعاده مفهوم كتير كبير، لانه الانسان منه بهالبساطه. ما يعني في كذا كذا قصه وكذا قلمت للسعاده. اكثر تعريفان بحبهم او اكثر متناقضين بالنسبه للتعريف عن السعاده، اول واحد فيه اللي هن مقسمهم، في عالم نفسه مقسمهم، بيقول في الاكسبيرينسينج سيلف، يعني في الذات التي تخوض التجربه، تمام. وفي الريممبرينج سيلف، وهي الذات التي تستذكر التجربه. اوكي. شو يعني؟ بدي اعطيك مثل، هيك مثل بسيط. انا وعم بلعب باسكت بول، انا عم عندي متعه اسمها اي ام انا اكسبيرينسينج، عم قوم فيها القصة، عم جربها، عم يعني بعملها. انا هلا بقلب الاكسبيرينس، هيدا في بقلبه متعه. لما اتذكر بعد 3 سنين انه انا كنت العب باسكت واربح او اخسر، هيدا اسمه الريمبرينج سيلف. كل واحد منهم بيعطي شعور مختلف بالسعادة. بالسعاده. اوكي. ايوه، وفي ذاتين عم تختبر السعاده، وبكتير محلات ما بيكون في تناغم برأيهم عن التجربة. عرفت؟ يعني مرات نحن تجربة تؤلمنا بعد كذا، بعد ما يمرق عليها الزمن، لو كان زمن بسيط بنعتبرها تجربة حلوة، وتجربة حلوة بعد زمن قليل بنعتبرها تجربة متعبة. يعني هذا بس هيك مثل بسيط، التعريف شوي أعمق من هيك، ولكن أنا بدي أوصله. فكرة the pursuit of happiness، البحث عن السعادة، هذا شيء ما كتير عنا، يعني ما كتير بيشبهنا، ولا نحن بحاجة إنه بهيدا البحث التام عن السعادة. اللي بجرب وصله على طول، في بعد آخر لوجودنا غير أن أسعد، اللي هو معنى وجودي، المعنى، البحث عن المعنى، قد اوكي. إيه أنا ريكوجنايز، قد إيه أنا إلي قيمة. بهيدا النوع من التفكير، حتى المعاناة بتتحول نوعا ما، إلى أول سعادة. شيء بتخلق، أول شيء بتخف كمعاناة، ثاني شيء بتتحول لسعادة. وهذا مش حكي فلسفي وفزلكي وهيك، هيدي الحقيقة، يعني هيدي الحقيقة اللي كثير يعني نغفل عنها. يعني لما أم تفيق الساعة 4 الصبح، هي والرضيع بعده، يعني بعدها نفسها مخلفته، هل هيدي المبدأ إذا بتشيل منه مفهوم الأمومة، منه متعب ومؤذي ومش حلو؟ 100%. طبعا، طبعا. ولكن ما يجعله ممتع وما يجعله جميل هو شو؟ هو الأمومة. المعنى اللي بقلبه. صح. المعنى، تماما. فنحن بدنا نخفف شوي البحث عن السعادة ونسميها بحث عن البلاجر، عن الجوي، ماشي الحال، ولكن البحث عن المعنى. Why do we do what we do؟ بتلاقي الموظف بس إذا بحب أو ملاقي لشغله معنى بتلاقيه أسعد. صح. ايه، فبدنا نخفف بحث عن السعادة. يعني أنا هذا السؤال كثير بيسألوك يعني يا قصدي دايما. بيسألوني إياه دائما، وأنا ما حتى أنت طول الوقت بتفكر إنه أنا وين سعادتي وين سعادتي، والأصعب من وين سعادتي صار فيه إنه صار في تفرقة بين السعادة والراحة، والعالم تبحث عن حتى الراحة لو ما بتجيب الرضا أو السعادة. الشاهد أو الخلاصة اللي قارن لك إنه الرضا طبعا بيعمل سعادة وبيعمل هدوء، الرضا الحقيقي، هيدا أكيد 100%. ولكن أنا اللي بدي أوضحه شوي أو استطردت فيه، مفهوم البحث عن السعادة أو هيدا السؤال The pursuit of happiness، مش كتير قلنا فيه نحن. لازم نبحث، يعني بنتيجة الحوار أو بنتيجة الحديث بهذا الموضوع، لازم نبحث عن أهمية وجودنا بالحياة أكثر ما صحيح، نحاول ندور على أنه إمتى أو كيف بدي يكون سعيد.
يمكن 100%. يمكن الموضوع دكتور خالد هو يعني إنساني بحت، يمكن ما في حدا من بيناتنا من جواته ما بيضل يبحث عن، وحضرتك ذكرت هذا الموضوع انه نحن باللا شعور بنضلنا مندور على انه انا امتى بدي اكون سعيد، امتى رح ارتاح، امتى رح ابطل انه ضلني عم برضى باللي انا فيه، امتى بدي ضلني اكون عم برضى بالقليل. صحيح صحيح. هي الفكرة انه ولا يمكن ولا يجب انه الانسان يوقف بالسعي الى الراحة او السعي الى الافضل والى ما هنالك، ولكن حتى هيدا السعي ايمتى بصير السعي نفسه مقبول؟ لما يكون فيه لسعي معنى، لما يكون انا حاسس فعلا باهمية اللي انا عم بعمله، بجمال اللي انا عم بعمله، غير قصة ما يعود علي. يعني بآخر محاضرة صرفت تقريبا آخر نص ساعة منا بس عم جرب وضح، نحن مشغولين كتير بشو بدنا من الحياة، لدرجة إنه لما الحياة تعطينا شو بدنا ما بنعرف نتعاطى معه أو ما بنعرف نستمتع فيه. التويست أو القلبة، خلينا بس نجرب نشتغل لو 20 أو 30% الحياة شو بدها مننا، بس نقلبها، ولما تعطي الحياة شو بدها منك يعني ساعتها بتشوف الرد قد ايه بيكون حلو. والله العظيم انه انا ما عم بحكي حكي بعيد عن الواقع، عم بحكي الحكي اللي العلم هيك بيقول، الدين هيك بيقول، تجربتي وتجارب كل المحيط حوالي هيك بيقول. بالحياة دكتور غطاس كتير كتير من الناس بتكون غير قادرة على اتخاذ قرارات طبعا، وهذا موضوع يعني بحثه طويل، وبعرف انه النقاش فيه هيك ممكن ياخد وقت، ولكن بهمني اني اسألك هذا الموضوع. امتى الانسان دكتور خالد يجب انه ياخد قرار ويبطل ابلام بالواقع؟ وبالمقابل نحن يعني الإنسان فعليا بيضلوا في 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 مرة بأحد مقابلاتك أنت قايل على نظرية الهروب إلى الأمام، بيضلوا عم يهرب من 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 اتخاذ القرار. إمتى لازم الإنسان لما يشعر بأنه هو ما عاد قدران لازم ياخذ هذا القرار وما يهرب لقدام؟ أوكي، في فيديو صورته من يومين بس بعد ما نزل، اللي هو انه احيانا ما لازم نترك اصلا التراكم يمشي لدرجه انه يكون القرار متاخر. يعني مجرد انه انا اترك الامور تتراكم، الامور اللي بتاثر علي، الامور اللي انا فعلا ما بقبلها، اتركها واعتبر حالي عم مرقها، لبعدين بلش افكر بالقرار شو بدي اعمل. فاول ستيب هي اعرف انه انا كل ما يمرق الزمن على شيء مش مناقشه او مش حاكي فيه او مش قايل عنه، سواء لزوجتي او لزوجي او لابني او لامي او لمديري او لمين ما كان، اعرف انه هيدا السكوت بمحل ما عم يخلق لي بداية الشرخ. هيدي اول شغلة قبل ما اوصل لاضطر اخذ قرار قاسي. ثاني شيء، لما يعني الجواب الدايركت على سؤالك، لما المعاناة تصير معش مقبولة، يعني لما يصير خلص صارت حياتي عبارة عن معاناة. يعني كان في حدا عم يخبرني انه البيت مش مريح، فقلت له استمتع انت وبرات البيت بطريقة او باخرى، لان انا كتير كتير شوي هيك، يعني شوي على موضوع الطلاق وكسر العيلة شوي بتحفظ، ما كتير بتشجع. ما كتير بعتبره موضوع سهل الا اذا كانت الظروف فعلا قاسية. فقال لي انه لو استمتعت برا، او انا عاجز عن اني استمتع برا لانه عارف اخر النهار راجع على شيء موجع، وهيدا النوع من الحياة مش صح. مش صح، يعني لما يوصل الموضوع لمعاناة وألم لدرجة حتى الجوي براته صعب، فمعناته أنت بحاجة لقرار. هيدا مثل عن الأسرة، ولكن بكل مرة بتحس حالك فعلا إنه علقان أو إنه ستك لدرجة إنه ما عادش قادر تكون أنت مين أو ما عادش قادر تكون حالك، فلا، هي اتس ماتر اوف، يعني بدها جرأة، وبده يكون الإنسان فهمان إنه بعد القرار
غير قبله. هيدي أول شغلة. وثاني شغلة، في مخاض للقرار نفسه إلى أن أستقر على ما هو أفضل مرة تانية، وهو هذا، وهذا الصعب، وخصوصي مثلا بمجال الشغل على سبيل المثال، انه اليوم بتلاقي انه انا هلا مرتاح، بموضوع انك انت تاخذ قرار بهذا الموضوع بتحس انه لا ما فيك، ما فيك يعني، انه في في قرنه معينه او في مثلا في فتره معينه من الزمان انت بدك تاخذها لحد ما ترجع لاستقرارك اللي انت كنت فيه. صحيح. طيب دكتور خالد، ايضا بدي احكي باخر يعني باخر الحديث، وكنت اتمنى انه يكون وقتي اطول، ولكن اليوم سوريا ولبنان كتير بتتقاسم هيك نفس نفس الحاله اللي عم نحسها اليوم. الشباب بسوريا وبلبنان نتيجه الاوضاع اللي فيها، نتيجه الاوضاع الاقتصاديه، صار الهم انه انت شو بدك تساوي. انا بدي سافر. اليوم كل شبابنا عم يطلعوا برات بلدهم الاصلي، وصارت للأسف الغربة أو 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 البلد الثانية اللي رح يطلعوا عليها هي الأمل وهي المنجا وهي للأسف الحلم والمستقبل. عن هذا الموضوع شو بدك تقول للشباب والصبايا اللي عم يسمعونا واللي عم يفكروا بهي الطريقة؟ والله يعني بهذا الموضوع للأسف يعني ظروفنا، ومش بس ظروفنا الحالية، إنه نحن عنا كلتشر شوي إنه نحن بحاجة لأنه نتغرب ونطلب الرزق. وأنا يعني واحد من تغربت الأشخاص. طبعاً ونظرت اليوم من الغربة منا شيء سيء ولا شيء غلط ولا شيء يعني أي شيء شوي حزين، ولكنه بالديفلوبمنت تبع الإنسان حلو وضروري ومهم. ولكن إن تكون الهدف الوحيد والهدف الأسمى والطريق الوحيد للعيش، اللي أنا مش متخيل شيء تاني، لا، هون في صار في إمبالانس شوي، خرجنا عن الميزان. هيدي شغلة. تاني شغلة، فهم أنا رايح لوين وشو رايح أعمل. هيدي شغلة تانية، إنه لما الإنسان يعني لما تتحول لهاجس لدرجة يحط حاله بقارب واطلع فيه على البحر على باتجاه اوروبا، يعني في شيء طبعا في دلاله اجتماعيه للموضوع قد ايه صار الوضع صعب، ولكن الدلاله الثانيه انه ما فيها تتحول لهالقد هاجس مهم، لهالقد هاجس وحيد اوحد لدرجه ممكن تو ريسك ماي لايف الا لحتى اعمله. ثالث شغله، على موضوع الغربه بالتحديد، ضروري الانسان يعرف أو يقيم أشياء تانية بهذا القرار. يعني أنا رايح أمن حياتي، بس لازم أكون عارف أنا كمان بالمقابل عم بخسر شو. أوكي. الناس عادة بقراراتها عطول مفكرة حالها عم تاخد القرار باتجاه ما تكسب، ويغيب عن أفكارها أو عن يعني عن طريقة تفكيرها هي وعم تتخذ القرار، أنا بهذا القرار شو عم بخسر. فأنت لما تحطهم مع بعض فعلاً بتبلش تقيس صح، ولكن بقلب القياس في أشياء intangible اللي هي العيلة، الوطن، الانتماء، الهوية، الأصدقاء، الشوارع، المدن. هيدي ما بنحطها نحن بحسباننا، ولما نروح بتكون أكثر ما يؤلمنا. صح، 100%. فضروري نفكر بهذه الطريقة وتفوت بالمعيار، تفوت بمعيار أخذ القرار. 100%. أنا بدي أتشكر. بعد ما نروح. عفواً. أي تفضل. بعد ما نروح، ما ننسى بلادنا وأهلنا. صح. إذا تعلمنا ولا إذا غنينا ولا اللي بيروح والله بيفتح عليه، يفكر ببلده، يفكر كيف بده يرجع، يفكر كيف بده يساعد، يفكر كيف بده يعلم، يفكر كيف حتى بده يرجع. فضروري هيدي تكون بروسس كامل للغربة. ومن ضمنها بعد ما أروح وأنجح، بلدي شو بده مني. يمكن هاي رسالة كتير مهمة اليوم دكتور خالد عم بيقولها، بأنه يمكن ما حدا ضد أنه أنت تطلع وتبحث عن مستقبل أفضل وعن عيش أفضل وعن وعن وعن، بس نرجع أو تكون رسالتنا من هي الغربة هو شيء لبلدنا وشيء لوطننا، نأمن حتى لو لحالنا. يعني نحن ما لنا عم نقول أنه أنت تجي وتفتح معامل وتفتح مصانع، لا لا أبدا، بس أنه يكون في عندك هدف العودة إلى هي البلاد، لأنك تكون
لأنك تكون مؤثر فيها وبمجتمعها وبناسها، لأنه هو فعليا المجتمع اللي انطلقت منه، واللي مثل ما قال دكتور خالد من أصعب يعني الشعور بالغربة هو المكان، هو الأهل، الأصدقاء، الشوارع، المدن. يمكن هذا ما بيعرفوا إلا العالم اللي طالعة ومسافرة ومجربة هذا الموضوع. دكتور خالد أنا بتشكرك جدا على أول وحدة وقتك، وبدنا نبارك لك بالكتاب الجديد، وبدنا نبارك لك بالمكتبة. يعني نتمنى دائما التوفيق. شكرا لوقتك وشكرا لانضمامك لنا على الهواء، وعلى أمل اللقاء مع الشباب والشابات السوريات إن شاء الله قريبا بالشام بإذن الله. نحن ناطرين، وشكرا لك، شكرا لوقتك وشكرا للطفك. يلا تصبحوا على خير، شكرا، باي باي. وانت من أهله، باي باي.